عقد أيضا عدة لقاءات مع مسؤولين عن مراكز مختصة مماثلة في دول أجنبية وأبناك جهوية ومالكين. اليوم كيف ما شفتوا قدمنا حصيلات كتاب الدولة التنمية المستدامة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة في كل المواضيع المتعلقة بالبرامج الأفقية، البرنامج الوطني لتطهير السائل، البرنامج الوطني لتدبير النفايات، وكاين برامج جديدة على اعتبار أن اليوم كاينة كلفة مالية اقتصادية اجتماعية تنبوية اللي كتنتج على التدهور البيئي، اللي دراسة أكدت أنها كتصل إلى 32 مليار سنويا كيفقدها المغرب ككلفة في التدهور البيئي. لهذا احنا عندنا برنامج جديد فيما يتعلق جودة الهواء، غيولي عندنا برنامج وطني لجودة الهواء، بدينا في التفعيل ديالو على المستوى الترابي بأربعة ستة ديال الجهات اليوم عندهم لجان المناخ، وغنديروا تكون عندنا يعني تغطية ديال الشبكة ديال التقييس، بحيث المغاربة كيوليو عندهم كيعرفوا جودة الهواء في المستوى الإقليمي وجهوي ومدينة، ومن بعدها السادة العمال والسادة الولاة كياخذوا التدابير اللازمة اللي هي كتكون عندها معلومات مبنية على معطيات تقنية، كتخاض يعني تبعا إما دوريا أو شهريا، وثم التقرير غيكون دوري سنوي. من جهة عندنا واحد برنامج جديد آخر هو مهم أيضا فيما يتعلق بلاميتيوريزاسيون في تطهير السائل، على اعتبار ان في العالم القروي ان شاء الله غادي يغطي 1207 مركز قروي صاعد. اليوم الاشكال الحقيقي اللي كاين في القرى اللي هي محضن ايضا النشاط الفلاحي والتلوث اللي لا قدر الله يوصل الفرشه المائيه، واليوم هذا البرنامج غادي يعالج هذا الاشكال هذا، بالاضافه انه غيسمح لنا هذا هو الجديد في البرنامج، غيسمح باعاده استعمال مليار متر كوب ديال المياه العادمه الى حدود 2040، وهذه دراسه درناها والبرنامج تم المصادقه النهائيه ديالو على جميع الشركاء احنا والداخليه والتجهيز وايضا الفلاحه، بحيث ان الفلاحه المهنيين غادي يمكن لهم في المرحله الثالثه من استعمال هذاك المياه اللي تعالجت ثلاثيا. وهذه الحمد لله كاينه في مجموعات البلدان كثيره، بلادنا كاينه فيها مجموعه المشاريع النموذجيه كما عرفتوا، ولكن اليوم غيولي مساله تلقائيه وتولي مدمجه في هذا لو بروغرام يزيد ولا سينيسمو في المجال القروي. بالاضافه كما كتعرفوا اننا جلاله الملك اعتمد في 2017 الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه، عملنا مخططات قطاعية 19 مخطط قطاعي، بالإضافة لمخططات جهوية معتمدة غيوافق المخططات القطاعية سيتم القرار بها من طرف السيد رئيس الحكومة، بالإضافة إلى أن بلادنا غتبدا فيما يتعلق بمثالية الدولة، وهذا فيه ورش ديال تثمين النفايات المدكينة في الإدارة، ورش ديال كذلك النفايات خاصة الإلكترونية اللي غتكون صفقة تطلق مستقبلا في القريب العاجل اللي تتمين النفايات خاصة الإلكترونيات، ثم اعتماد البنايات المستدامة، بالإضافة إلى اعتماد السيارات الإلكترونية اللي احنا أصلا كتب الدولة الصفقة طلقناها والإدارات ستطلقها قريبا بعد المصادقة على النسبة، واش نمشيو في 10% ولا 40%، هذا موضوع قرار ديال اللجنة الاستراتيجية اللي غيترأسها السيد رئيس الحكومة انسيسامو، بالإضافة إلى واحد الورش اللي هو واعد اللي فيه جوج الحوايج، مخطط وطني للحمايات الساحل وكذلك المخطط الوطني اللي واجد ديال المناخ اللي اعتمدنا واصلا رسلنا منه واحد الجزء اللي عنده علاقه بالمساهمه المحدده وطنيا، يعني كيفاش بلادنا هاد المجالات اللي فيها صعوبات وفيها هشه كيفاش نجيبوا لها بعض التمويلات باش ممكن نديروا مشاريع في بعض الجهات باش نقاوموا التغير المناخي. وحنا عملنا في هذه السنه وسنواصل على تسريع الاجراءات وتنفيذ البرامج الكائنه، خاصه البرنامج اللي عنده علاقه بالنفايات، البرنامج وطني تدبير النفايات، الحمد لله في حصيله عندنا في اربعه المراكز اللي احدثت وعلى اساس نمشيو ل 50 مركز، 14 مبرمجه في 2019 والباقي مبرمج الى حدود 2021. التحويل تم يعني ل 14 ومبرمج ب 2020 و2021، ونواكب الجماعات الترابيه بالمواكبه التقنيه وايضا بالمواكبه العمليه عن طريق المديريات الجهويه. لا يمكن نقول لكم لما كيكون هاد لاحظتوا جميع الوزراء اليوم في تواصل مع وسائل الاعلام، لانه مع الاسف الشديد
عندما لا تكون المعلومة الصحيحة تنشر المعلومة غير الصحيحة أو تؤول بطريقة سيئة. ولذلك أهم شيء هو لما يكون الوزراء والقطاعات كيتواصلوا بطريقة دورية بطريقة مستمرة مع وسائل الإعلام مع الرأي العام، كيعطيو المعلومة، كيعطيو البرامج، كيعطيو المخططات، كيعطيو حتى التحديات، كيعطيو حتى المشاكل، كيكونوا صرحاء. هذيك الساعة أنا أعتقد كيكون مفيد بالنسبة للصحفي أنه بناء على المعلومة الصحيحة يدير التأويل اللي بغى. هو شغلته هذيك الساعة ما يمكنش ندخلو في الشغلات ديالو، لكن لازم أن يتبنى على المعلومات الصحيحة. لكن لما كتكون المعلومات صحيحة مع الأسف الشديد كيكون لانتوكس، كتكون الإشاعة، كيكون التأويل السيء أو المغرض أحيانا. طبعا المغرض أعطيتي صحيحة ولا أعطيتي صحيحة كيبقى دائما مغرض يعني إلى غير ذلك، ولكن المهم هو نديروا اللي علينا. ولأعتقد أنه هذا يوم نشاط ناجح، ما خصناش نوقفوا عند هذا الحد، ما خصناش يكون مرة في السنة، مرة حسب الملفات وحسب القطاعات حسب التقدم يمكن خصنا نتواصلوا مع وسائل الإعلام، وسائل الإعلام تكون عندهم الجرأة أنهم يتواصلوا معنا. حنا أنا سعيت باش أن الصحفيين داروا هذه الشبكة ديال جرين موف، الشبكة الخضراء اللي غتخليهم دائما يعني كيتحداونا وكيطلبوا المعلومة. ابتداء من 12 مارس غادي يكون دخول القانون ديال الولوج الى المعلومه حيز التنفيذ، بالتالي هذا تحدي بالنسبه الينا. جميع الوزارات عينات شكون اللي غيكون مكلف يزود وسائل الاعلام والراي العام والجمعيات بالمعلومه، وبالتالي انا كنعتقد هذا التواصل المفتوح هو مفيد بالنسبه للجميع. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس.